معكم صوفيا الحريشي، مرحبا بكم في لاتوليي معايا باش نكتشفوا جميع لا نوفيل كوليكسيون سبيسيال رمضان، بيسكو النساء المغربيه تعزيز عليهم الجلال في رمضان، كيبان الزي المغربي مزيان كيلبسوهم كاملين، لا عيالات ولا بنات ولا وليدات صغار. نخليكم كاملين تشاهدوا هاد الكوليكسيون ونتمنى تعجبكم. الوغ اول جلابه معنا هي عباره عن جبادور اون سوا نوار مخدوم بالملاقيه والدرس ديال المعلم، والفوقاني ثوازيام بياس ديالو هي جلابه بالقب فورم جبليه اللي حاولت نبتها وندخل عليها الوان ديفيرونت باش دي شويه كي. بالنسبه للجلابه الثانيه هي من الثوب ديال لاليكرا اللي درت ليها جوست نبات في نيفو ديال الصدر، هي اللي عطاتها لا توش ان تي بو شيك باش الواحد يمكن يخرج بها بالنهار بور لو مارشي لاي حاجه خفيفه او ميم طون بارده. بالنسبه للجلابه الثالثه سي كريب جورجيت كولور جون اللي كتمشي مع ليتي مع البرينتون شويه، مخدومه خدمه ديال المعلم، فيها شويه ديال كلكو بياس ديال شواروفسكي اي اون ميم طون اون كوب تري مودرن اللي تلبس مع لي زيسبا. بالنسبه للجلابه الرابعه هي سبيسيال عروسه ولا مخطوبه ولا هذا، اختارتها اون بلون دو بياس اون بلون ساتان اي كريب جورجيت، اي مخدومه بالطرز الزموري القديم ديالنا اللي معروف بان كولور دوغي باش غادي تعطي لذاك العروسه كما كنعرفوا كتعرض النهار الاول عند النساب، تعطيها لو شارم ديالها ديال باقا عروسه.